فأولا ليس هناك إجماع على حرمة الغناء. أنا أجيب لك أمثلة. في إيران الجمهورية الإسلامية اللي قال عنها مؤسسها الخميني أنه يجب أن يكون كل شيء في هذا البلد إسلامي، لم يحرموا الغناء، كل ما في موضوع لون من ألوان الغناء محرم. الآن الغناء منتشر في إيران، خاصة ما يسمى بالغناء السنتي أي الفولكلور، نعم يعتزون به، ومختلف أنواع الغناء موجودة يعني وليست محرمة. هناك أحد كبار المراجع كان يقول ليس من الغناء ما هو محرم إلا ما يثير الشهوة الجنسية فقط. هذا عنده على كل حال، فهو ليس موضع إجماع. ما قدمه محمد رمضان مو ذوقي، أنا أقول أنا لا أتذوق هذا النوع من الفن. أنا أحب الفن، أحب الغناء، أحب الموسيقى، أحب كل أنواع الفن، لكن هذا اللون مثل ما تفضلوا يعني في نوع من الابتذال، لكن ما لا يطلع. استاذ انا ما جاي اسالك انت 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 تتقبل محمد؟ انا ما اتقبله، انا ما اصلا ما كنت اعرفه. لا انا ما اقدر افرض. هسه خاف يقولون انت حسام ما تعرفه ومحمد رمضان ما تعرف. بس يواش بس يواش اقول هي بالقصه الاصل يعني يعني خلاص يعني انه احنا نلغي حفلات الموسيقى والغنائيه. لا يجوز يا عزيزي، كما انه لا يجوز ان نلغي الشعائر الدينيه اللي هي ليست على ذوقي. انا ما اقدر افرض ذوقي وليس ذوقي انا الشخص، وانما ذوق شريحه واسعه من الشعب العراقي، مو ذوقها هذا. ولكن من حق المتدينين اللي يحبون هذه الشعائر ان يمارسوا شعائرهم، ومن حق اللي يحبون الحفلات الموسيقية والغنائية أن يستمتعوا بحياتهم أيضا. وهناك من الناس من يشارك في هذا وذاك في آن واحد، يعني يشارك بالشعائر ويشارك أيضا بالحفلات الغنائية يعني حرموا العراقيين من مغنين ومغنيات رائعين في الواقع، ماجد الرومي وغير شمس الكويتية. هل من المعقول وكان فرحانين العراقيين جايين هكذا فنانين إلى العراق يردون شوية ليش برأيك؟